بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم لكم مبادرة نمى العالمية في كتاب، والكتاب أسميناه فاينانس أند ناس، وسوف أعرض عليكم في هذا الفيديو برنامج بين منظمة عالمية تشاركي بين منظمة عالمية WIPO وبين جامعة مقرها الصين، وتعطي شهادة ماجستير في الملكية الفكرية. طبعا الـ WIPO منظمة عالمية، وكل المنظمات العالمية مقرها أمريكا، كل المنظمات العالمية مقرها أمريكا، WIPO مقرها أمريكا، وهي قديمة لتسجل براءة الاختراع. يعني كل براءة الاختراع في العالم، أو ما وجدت براءة الاختراع إلا بعد المنظمة هذه. يعني براءة الاختراع التي تسجل في المنظمة هي تعتبر مسجلة عالمية، يعني المنظمة صارت عالمية. نريد أن نوضح إن براءة الاختراع مدتها 20 سنة في النهاية. كثير من الناس لا يفهم المنظمات من الناحية المالية، يعني مثلا منظمة، مثلا عندنا وزارة التجارة، التجارة العالمية، التجارة اللي هي ممثلة في وزارات التجارة أو في كل بلد. التجارة في كل بلد هي تصدر، وفي غرفة تجارية كذلك في كل بلد، بلاد الدول المسجلة في منظمة التجارة العالمية. فأنظمة الدول مثلا وزارة التجارة أو كذا، أو نظام التجارة المحلي مثلا في السعودية، في مصر، في الأردن، في الكويت، في الإمارات، تتبع منظمة التجارة العالمية، أنظمة التجارة عالمية. هنا التجارة تتعامل مع المال، يعني فاينانس مع المالية. منظمة التجارة أو وزارة التجارة في كل بلد، أعتقد في كل بلد اسمها وزارة التجارة. ففي كل بلد وزارة التجارة مثلا لها وزير، فهو يتبع منظمة التجارة العالمية. يعني ما نقدر أي دولة تخالف، يعني كل شيء مربوط بأمريكا، لأن الدول نفسها مسجلة فين؟ في الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي في أمريكا مقرها. بعض
المنظمات العالمية وزارات العالمية والوزارات الكل تتبع واشنطن، وبعضها تتبع نيويورك. الصندوق الدولي مقره، بغض النظر مقره فين، بس النظام من أمريكا، كله يتبع أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تتبع الولايات، 50 ولاية، كل ولاية كأنها دولة تتبع. يعني مثلا لو مسجل في العالم، صندوق النقد الدولي، النقد هنا مالية، وكل بلد فيها البنك المركزي. يعني المالية هي أنظمة تدير المال في كل بلد، وزارة المالية مثلا، يعني فاينانس، وزارة المالية. إيش علاقتها بالتجارة؟ كل وزارة، يعني التعليم تجارة، لأن المالية فيها ميزانية الدولة، فتعطى، لأن هذه التجارة وكذا مجانا، فتعطى ميزانية. كيف ترجع ميزانيتها؟ عن طريق الإصدارات. بتصدر السجل التجاري. فمثلا لو في سجل تجاري في دولة ما، مثلا في السعودية، في مثلا 100,000 سجل تجاري، ففي للسجل التجاري دخل، الدخل كله يروح للمالية. فهذه الوزارات، وزارة التجارة تتبع لمين؟ في تأسيس للسجل التجاري مبلغ معين بسيط أو مجانا أحيانا، إذا حال عليه السنة، مثلا سجلت أنت ب10,000 سجل تجاري، سواء عقاري سواء أي شيء، أي سجل تجاري، حتى لو مقاولات او شيء، ممكن تسجله ب10,000، عندهم نظام يعني. فالسجل الان اصبح الكترونيا، يعني تطلعه في اقل من 5 دقائق. فاذا السجلات التجارية هي الهدف منها انه اذا حال عليه سنة لازم انت تقدم عن السجل التجاري هذا، مثلا رأس مال 10,000، ربع العشر. لو كان السجل التجاري أجنبي 20% من رأس المال، هذا يسمى الجزافي. فإذا في هدف للتجارة، وزارة التجارة في كل بلد إنها تكثر من السجلات. مثلا السجل المحلي عليه ضريبة 2.5%، والسجل الأجنبي عليه 20% ضريبة. طبعا هم الأجنبي مثلا يقول لك أقل شيء 100,000. حصل معايا أنا في مصر، قال لك 100,000 لما تسجله نعفيك، ما تحط المبلغ في، يعني نحجز المبلغ، مو لازم تحط رأس المال، تودع رأس المال. طبعا هنا في خطورة أو في ضياع، يعني أنا لما ما أودع رأس المال معناته السجل هذا غير عامل. لو وضعت رأس المال، فنظام ماليزيا أنا عملت سجلات تجارية، ما تكلف، يقول لك حط رأس المال، مثلا احنا 3 شركاء او 2 شركاء، حطه بريالين او ب2 رنجت،
ما يدفع على السجل إلا لما يصير حساب في البنك تابع للسجل، مربوط بالسجل كشركة. فعندنا في مشكلة، يعني النظام الماليزي بياخد السجلات، مثلا لو سجل سجلات أجنبية والحكومة أخذت مثلا 300 دولار، فلو سجلوا مليون ياخذوا 300 مليون دولار، هنا التجارة دخل للتجارة، باقي دخل للضرائب. الضرائب هذه ما يجي دخلها إلا لما توضع رأس مال في حساب في البنك. يعني أنا في ماليزيا جيت أعمل حساب، سويت شركات كثيرة، في واحدة شركة اللي هي بيتس ديزاين، فتحت حساب في البنك. البنك نفسه ما يفتح لك حساب، البنك ما يفتح لك حساب إلا بتزكية، لأن البنك يخاف إنك أنت تجارتك فيها غسيل أموال أو مش مثبت. يعني في لازم أحد يزكيك، اللي يزكيك في البنك لازم يكون عنده حساب في البنك، لأنه النظام يحاسب البنك لو طلع هذا الشخص أو هذه المؤسسة أو هذه الشركة. طبعا شركة، خلينا نتكلم شركات بلاش مؤسسات. حتى الآن في السعودية، وهذا كانت في مؤسسة، أنا عندي مؤسسة بردة للتكييف، يشجعوا انها تكون اسمها شركة، هم سموها شركة، يعطوها رقم شركة تتحول لشركة. يعني ألغي نظام المؤسسات الفردية، ففي شركة فردية وفي شركة جماعية. الفرق بين الشركة الفردية والجماعية ان الشركة الفردية انت جميع املاكك، لو فلست الشركة ولا عليها هذا ممكن يحجروا عليها، يعني تباع أملاكك ويعوض الناس أو الخسارة أو البنكربسي اللي هو يسمى الإفلاس، تصفية الإفلاس. فعلاقة وزارة المالية بالتجارة وبالضرائب اللي تسمى الزكاة والدخل. الزكاة والدخل ميزانيتها صفر، يعني تدخل ما تصرف، واضح؟ فلذلك الموظفين في الزكاة والدخل هم تابعين لمن؟ لنظام التقاعد في الدولة، للديوان، للمالية. يعني مباشرة المالية هي اللي بتعطيهم رواتب، لأنه لا يمكن يخسروا. يعني هذه من الزكاة والدخل، هل ممكن تخسر؟ لا، مش معقول اللي يشتغلوا في الزكاة والدخل لو كان 2000 إنهم يحصلوا بس من 2000، يحصلوا يمكن من مليونين، من مليونين سجل تجاري. طيب الزكاة والدخل لو ما في سجل تجاري ما لها دخل. فإذا شعب المملكة العربية السعودية كانوا مثلا 20 مليون، ففي 10% عندهم سجلات تجارية من الأفراد، مليونين مثلا. فإذا المالية والناس كيف؟ يعني مثلا خلينا نضرب مثال الطالب اللي هو يدرس في الدراسة اللي هي 12 سنة، 6 سنين ابتدائي، إعدادي 3 سنين، وبعدين ثانوي 3 سنين، ويدرس مجانا في المدارس الحكومية، والمدرسة أو يصرف على الطالب كل سنة 10,000 بمعدل. يعني فهنا صرفت عليه الدولة أو التعليم صرف عليه كم؟ 120,000. فكل طالب كأنه عنده رأس مال 120,000،
يعني هذه مبادرة نمل عالمية، أو الكتاب اللي هو فاينانس الناس، لو أنا طبقته على نفسي أو على ابني يحل مشكلة التعليم. يعني أنا أعتبر ابني مدين للدولة 120 ألف، سنة أولى ابتدائي 10 آلاف، فأنا عشان أزكيها عشان أملك السجل، فلو رحت للزكاة والدخل سويت سجل تجاري باسمي واسم أبنائي، يعني ابني شريك ب10 آلاف، أفرض أنا عندي 6 أبناء، يعني أنا عندي 6 أبناء بنات وأولاد اللي هم حيتعلموا، تعلموا كلهم، فستة في 120 ألف أو 6 في 10 آلاف أولى ابتدائي، هذه 60 ألف، كم زكاتها؟ هما كانوا مع بعض بس كل واحد لوحده، كم زكاة 60 ألف؟ ربع العشر، العشر 6 آلاف، يعني 1500، يعني المفروض أنا أدفع 1500 للزكاة والدخل سنويا، ساهروا هذول شركاء معايا، عادل وشركائه، المهندس عادل وشركائه، لو سويت يعني سجل تجاري من اليوم وبديت أدفع حتى بأثر رجل، هذه عن أولى ابتدائي، هذه عن أعتبر إن 12 سنة هم شركائي، هذا صار عائد للتعليم، يعني كأني دفعت حق تعليم أبنائي كله. إذا أنا مواطن صالح ولا لا؟ وساهمت في تعليم المجتمع ولا لا؟ ففي أمريكا كل مولود له سوشيال سيكوريتي اللي هو سجل تجاري، فجميع ما يدفع يعتبر ضرائب على أبوه، مثلا درسوه مجانا 10 آلاف، 1000 عندك 250 ريال كل سنة عن الطالب، لازم تدفع 250 ريال في السنة، لأن الضرائب تحصل في السنة، فهو يحط سجل أولاده ويدفع 250 ريال، هو درس مجانا. فهمنا كيف يعني أمريكا بتصرف على نفسها، والدول المتقدمة بريطانيا وفرنسا كلهم عندهم هذا النظام، نحن ما عندنا. طبعا نجي نقول الحكومة هي ما طلبت مدري، لا، الحكومة ونحن وهذا كلنا في المالية، والمالية حقت ناس الشعب اللي بعدنا يجوا يتعلم، صح ولا غلط؟ ايش ذنب اللي بعدنا ما في فلوس؟ يعني فلوس تخرج وما تدخل، فلو تكلفة الطالب 10 آلاف يعني عمرنا ما نحتاج قرض للتعليم أبدا، اللي قبل دفع واللي جاي في فلوس له، الفلوس دي اللي أنا أدفعها قلنا نحن 10 آلاف وربع العشر 250 في 6 ب 1500، فلو كنت أنا أدفع 1500 كل سنة، إذا استطاع التعليم إنه يصير له دخل. طيب أنا إيش أستفيد؟ يعني في واحد دفع وواحد ما دفع، أنا أستفيد إنه عندي شركة بتدفع زكاتها، سجل تجاري لي ولأبنائي، يعني إذا بطاقة العائلة هي سجل تجاري، بطاقة العائلة، الأب المسؤول الرجل، كانوا مثلا في شيء للمرأة أنا ما أدفع زكاة، أنا المؤسس، يعني أنا بعد ما تزوجت ما علي زكاة، لأن أنا اللي أسست الشركة، كأنه شركة عادل أنصاري وزوجته وأبنائه. زوجتي مثلا استفادت من الدولة من الأشياء المجانية، أدفع عنها زكاة، كم تكلفتها؟ أدفع.
في امريكا هكذا يعني، بتيجي الاشياء يعني، انت زوجتك هاوس وايف ما بتشتغل، فاذا فاللي بيشتغل هو اللي ما يدفع زكاة، واضح؟ فلو زوجتي في البيت فأنا أدفع زكاة مثلا في إعانة الكهرباء، في إعانة كذا، في إعانة كل الكلام هذا في أمريكا مسجل ومدون. فهنا تجي استمرارية الدولة، ما يصير عندها انهيار اقتصادي، يعني كلهم عايشين على الكريدت حقوق. أنا دحين لو دفعت سويت الشركة دي ودفعت على أبنائي ال 12 سنة بلاش الجامعة من الآن، أعتبر إنسان أديت زكاة التعليم، مدرسين وكهرباء وكذا وكذا وكذا. طيب لو ما دفعت أحاسب؟ إذا كان نحن نؤمن إن الزكاة تحاسب عليها، صح ولا لا؟ بدل ما نقول مؤامرة، يعني الآن لو وقف التعليم صار بفلوس، صارت مؤامرة من سببها أنا، والناس اللي أخذوا التعليم بالمجان لازم هم اللي يدفعوا، فين هم ما يدفعوا؟ طيب لو الدولة سجنتهم، لو الدولة حطت عليهم، يعني أنا دحين لو الدولة حطت عليا إنه 12 سنة 120,000 كل واحد عندك زكاة، ال 120,000 3,000، 3,000 في 6 على 118، المفروض ادفع. والآن أصبحت الأمور أفضل، يعني التعليم فيه عن بعد، ممكن يعني تنزل التكلفة من 10,000 ل 2,000. هذه مبادرة نمو العالمي، لكن ضروري من المنهج اللي هو فاينانس الناس، كيف أثر رجعي ناخذ من الناس. فلو مثلا سوينا تعليم 15 ساعة، عشان أنت كل ترم 3 ساعات، عشان أنت تستوعب الموضوع ده، بعد ما تخلص وتاخذ يعني كأنت جامعي تاخذ مثلا الام بي اي، نزل لحل مشكلة أزلية، لحل اتجاه خطأ، يعني حكومات غفلت، أو المالية في كل بلد عربي أو الدول العالم الثالث غفلت إنها تمشي على طريقة العالم الأول اللي هو ال5 دول أو ال6 دول، ما أعرف الصين ما أعتقد، دائمة العضوية في الأمم المتحدة اللي هي ألمانيا وروسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا. احتمال إنه النموذج الروسي يختلف عن الألماني، يعني الأوروبي كله زي بعض يعني. كيف وضع النظام ده؟ وضع بينهم وألزموا، ويمكن النظام ده متاح مفتوح، يعني يستطيع كل الدول 180 دولة، أما ال50 دولة في أمريكا اللي هي 50 ولاية، هذه كان فرض عليهم من واشنطن ومن الفيدرال ومن النظام اللي هو يشمل الولايات. فالموضوع ما هو سياسي، يعني ما هو الحل سياسي انه مثلا كل دولة تصير فيدرال وما ادري ايش، ما لها دخل، نظام مالي، والنظام المالي في كل بلد مركز، في كل بلد، حتى في الامارات، هي الامارات وحتى في امريكا مركز الدولار، في الامارات الدرهم،
البلد ليس السياسة، الاقتصاد. والاقتصاد اللي وحدة الاقتصاد هي العملة، وحدة الاقتصاد هي العملة، يعني وحدة الاقتصاد السعودي الريال، وحدة الاقتصاد المصري الجنيه المصري. يعني في مقاطعات ومدري كلهم لازم جنيه مصري، حتى الأسواق. ففي وحدة، فليش نروح نقول المشكلة سياسية؟ ما لها دخل بالسياسة، هي المشكلة مالية، المال والناس. يعني اللي في الإسكندرية وإلا في بني سويف، إيش يوحدهم؟ الجنيه. يعني الشيء اللي هو يوحد الجنيه. كون الدول العربية تتفق زي اليورو وما اليورو، هذا مو لازم، وما هم مؤهلين إنهم يتفقوا. صارت القاهرة زي واشنطن مثلا، أو الرياض زي واشنطن، ما هي مشكلة، اللي هو اتفاق على معادلة الريال بالجنيه وعلى تثبيته، يعني ما يطلع وينزل. طبعا هذا ممكن يتعارض مع السياسة، وممكن انه يكون في شركة توحد الصرف وما يتعارض مع السياسة. المبادرة الكويتي والكذا وكذا، وسوينا عملة موحدة اللي هي توحيد الصرف فقط عند اللي داخلين في المبادرة. يعني عددهم كان 4000، كان عددهم كان 50000، عددهم 100000، مليون، فيما بينهم في مظلة توحد. مثلا في سهم ادخار بألف جنيه، وقلنا الجنيه بنص ريال، فهنا خلاص توحد الصرف في الصندوق. يعني في الصندوق لازم يتوحد، ونبغى كل مثلا الألف ريال هذا مدة 100 أسبوع أو 100 شهر. برضو وحدنا، في ناس شاركوا في 100 أسبوع، ناس شاركوا في 100 شهر، على أساس زي الجمعية، زي الحط، وبعدين كريدت كارد وكذا، ويرجع الفلوس. طبعا بدون تدخل، بدون أي حاجة، هي وحدة صرف. يعني تجي هنا تصرف، تجي هنا تصرف، ما لا دخل ب، يعني كلها في ال في ال في الكلاود، في الإنترنت. ممكن لدعم التعليم، لدعم الصحة. يعني الصندوق هذا والمبادرة إن الدعم التعليم والصحة هتنشأ، دعم كروت للدعم كذا. فالآلية مي مشكلة تتطور وتتحدث، أهم شيء التعليم، إن نتعلم إيش اللي كان غايب عننا في المناهج. طيب في أمريكا هل كان في مناهج المالية والناس؟ أيوة في، يعني من أول ابتدائي يجوهم الشركات ويعرفوهم كيف عملهم وكيف يشتغل في الشركة. أول ابتدائي تزورهم الشركة، يعني مثلا للصف الرابع ابتدائي يجتمعوا، تيجي الشركات اليوم هذا للصف الرابع الابتدائي، لا تتعلم منهج عملي. وأكيد وهم بيدرسوا بيزوروا الشركة، في تكنيك. لازم المجتمع القادم يفهموا كل شيء، علاقة المالية والناس، المالية والناس، فاينانس الناس،
أكثر جهل بعلاقة المالية والناس في الدول العالم الثالث. ولذلك لجأوا إلى كلمة المؤامرة، يعني إنه حتى الأمم المتحدة بتتآمر عليه، يعني حتى برنامج الدعم التعليم اللي هو الصندوق الدولي بيدي قروض للتعليم، اعتبرناه إنه بيدي قروض عشان بعدين يملكنا وعشان يأثر فينا وعشان كذا، صح؟ لا، هي بكل بساطة القرض دائما فيه له فائدة، قد تكون الفائدة صفر، بس كمان الأموال في لها انفليشن، يعني الجنيه بيتناقص مثلا ولا كذا، يعني في انفليشن كوست، كل ما يزيد عدد السكان كل ما يزيد قيمة العملة، يعني الانفليشن أحيانا 5% تضخم زي الأسهم بعدين يجزئوه، يعني لو بدأنا بمليون وصار عدد السكان مليونين نقسمه على 2 يصير مليونين، يصير اللي كان عنده مليون صار عنده 2 جنيه، صح؟ ف هناك في جهل كبير، وكمان جهل انت بتطالع في الفيديو ب البرنامج هذا اللي موجود الآن اللي هو يعني الملكية الفكرية، من أنشأها؟ من فكر فيها؟ الـ WIPO أمريكا، يعني هي اللي أنشأت المنظمة، دخلها كلها لأمريكا كأنها مالية، كأنها وزارة التجارة بتصدر براءة اختراع سجل تجاري، واضح؟ ان شاء الله ب 300 دولار ولا بكذا، يعني ماليزيا بتصدر سجل تجاري ب 300 دولار ولا ب 200 دولار ولا ب 100 دولار اللي يكون، وماليزيا دولة في التجارة وفي هذا كويس وفي التعليم، فراح الناس يسووا سجلات تجارية ويفعلوا شركات وكذا، او مصر في التعليم قوية، برامج التعليم والتدريب والكذا، يعني حتى عندها شركات من مصر في ماليزيا، وفي الإعلام في كل بلد في مؤسسات إعلامية وشركات إعلامية مصرية، يعني هم رائدين في الإعلام، ولذلك شمس للتدريب هي في مصر، يعني أكثر دولة في التدريب قوية أو من دول الشرق الأوسط والدول العربية مصر، وانتشارا، وفي التعليم أكثر ناس ساهموا في التعليم في الدول العربية وفي العالم مصر، يعني حتى في ناس يعلموا في جامعات أمريكا من مصر الأكثر من العراق ومن كذا، عددهم يعني عدد المصريين اللي في التعليم في العالم أكثر من الأمريكان برا، يعني الأمريكان اللي يدرسوا برا المصريين اللي يدرسوا برا أكتر عددهم، معكم أنا بشكل أسبوعي نحاول، يعني أنا أعطي لأني في خطة لبرنامج قلنا أكاديمية السادات بدل الـ WIPO، أكاديمية السادات بدل الـ WIPO، الـ WIPO برنامجها مع الصين بتنتج سجلات تجارية، فيكون السادات تنتج سجلات، بس الفرق بين الاثنين انهم هم يعطوا 20 سنة للكتاب، أكاديمية السادات تعطي مع شمس للتدريب تعطي 50 سنة، لأنه الكتاب الكابي رايت حقه أو الملكية الفكرية حقت الكتاب أو الملكية الفكرية تعتبر حقوق الطبع تعتبر ملكية فكرية، مدتها كم؟ 50 سنة، وهذه أقوى من الـ WIPO اللي هي حقوق الطبع أقوى،
الـ WIPO ما لها يعني ما في رجم لها وقوة إلا إذا صارت كتاب. فالـ WIPO الآن شغالين على أساس إنه كل الملكية الفكرية والباتنت